تتواصل في محافظة إب مواجهات قبلية لليوم الخامس على التوالي تدفع بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضمن ممارساتها الممنهجة لإضعاف القبيلة وتشتيتها. مصادر محلية قالت إن اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة تجددت خلال الساعات الماضية بين مسلحين قبليين في قرية ثعوب بعزلة خباز بمديرية العدين، في وقت يعمل فيه المشرف الحوثي أبو حسين الهاروني على تغذية هذا النزاع بتحريضه على الاقتتال. أشارت المصادر إلى أن المنطقة تشهد حصاراً، وتم فرض قيود على حركة الأهالي فيما تضررت العدين من منازل وممتلكات السكان في عزلة خباز، وطورت ميليشيا الحوثي من أساليب استهدافها للقبائل منها إذكاء الصراع والثأر واستغلالها المشاكل في إثارة الخلافات، إضافة إلى نهب الأراضي في مسعى منها لإذلال القبائل وتطويعها لصالح أجندتها السلالية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد هزاع. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. ما الوضع حاليا في قرية ثعوب بمديرية العدين حاليا، ومن هم الذين يتقاتلون هناك؟ أولا أسعد الله مساءكم وجميع المشاهدين الكرام. ما يحدث في تعز في العدين مأساة يعني الكلمة. هناك قتل مستمر، هناك حرق منازل مستمرة، ياتي ذلك بعد مقتل عبد العزيز الشهاري بعد نحو ما شهرين من مقتل شقيقه الرياض الذي قتل بعد ايام من اصابته بطاقه ناريه من قبل عناصر ميليشيا الحوثي. المنطقه تنتمي الى 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 تعز او الى اب المديريه؟ العدين. العدين في تنتمي الى محافظه اب. نعم. فقط اردت التاكيد لانك قلت سابقا في تعز. انا غلطت المعذره. من تم اقتحام منزلهم من قبل اداره امن العدين الذي تحت ستره ميليشيا الحوثي، وكانت محاوله اختطاف اخو رياض بالقوه على ذمه اراضي ومشاكل اسريه في تلك القريه. طبعا ميليشيا الحوثي تقوم بتقضيه الصراعات في تلك المنطقه منذ اشهر. هناك شخص يدعى ابو الحسين الهاروني الذي يقوم بتقضيه الصراعات بصوره دائمه، حتى الان ما يقارب من مقتل واصابه 15 شخص خلال الاشهر الماضيه فقط، احراق عديد من المنازل. الصراع امتد منذ سنوات بين اسره الدميني والشهاري، وكانت ميليشيا الحوثي لها اليد الطولى لتغذيه هذا الصراع، تقوم بمنع اي تواصل او اتفاق بين الاسرتين منذ سنوات. كان هناك محاوله للصلح ولكن قامت ميليشيا الحوثي بقصف المنازل واحراقها. يعني منذ 5 اشهر هناك ما يقارب من 20 أسرة تركت منازلها وذهبت إلى المناطق الآمنة داخل المديرية وأيضا في مركز المحافظة جراء القصف المستمر وإحراق المنازل. لذلك ميليشيا الحوثي مستمرة بإذكاء هذه الصراعات للسيطرة على المنطقة ونهب خيراتها. عندما يتم إحراق منزلك أمام عينك، عندما يتم قتل شقيقك وأنت لا تستطيع عمل شيء، كل هذه التراكمات ادت الى اشتباكات المستمره في ظل غياب المنظمات الحقوقيه التي ترصد هذه الانتهاكات ويعني تفتح الشيء المسموح بها ان تسجل بجرائم. اذا استمرت الاشتباكات يعني لليوم الخامس الان على التوالي، برايك ما هو السبب الرئيسي في استمرار هذا الاقتتال يعني وعدم توقفه؟ دون شك ان الاشتباكات مستمره، لان ميليشيا الحوثي تقوم بتغذيه طرف على ان طرف، وتقوم بتسليحه وتقوم تسخير كل الامكانيات التي تمتلكها ميليشيا الحوثي ضد الطرف الاخر. لذلك الاشتباكات مستمره. الان قتل عبد العزيز بعد ان قتل اخاه، وستستمر الاشتباكات بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تغذيات في تلك المناطق في العدين في عده مديريات في محافظه اب. لا توقف اشتباكات هنا او هناك، ولكن ما تبعد حتى تقوم في مديريه اخرى بسبب التغذيه التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وهي استفادت كثير من نهب المنازل وملاحقه الناس وتلهيبهم وتخويفهم،
كل هذه الأشياء تأتي في ظل ما تقوم به ميليشيا الحوثي من بطش ضد أبناء المحافظة وغياب كما تحدث من المنظمة الحقوقية، ولكن نحاول نحن أن نصد بعض الجرائم التي تقوم به ميليشيا الحوثي. وفي الأخير نتمنى من الشرعية ووزارة الخارجية أن تنقل هذه الملفات إلى وزارة إلى المحافل الدولية لتفضح ممارسات ميليشيا الحوثي في المحافظة منذ 8 سنوات. في ظل هذه الاشتباكات كيف هو حال الأهالي في المناطق؟ اليوم النزوح مستمر في المناطق، حرق منازل، قتل، قنص، اختطاف، ترهيب، تغييب، كل من يقف ضد هذه الميليشيات يتم اختطافه وتغييبه في السجون. السجون في إب ممتلئة جدا يعني بالمظلومين بسبب ما تقوم بميليشيا الحوثي بخطف واعتقال بدون أي سبب. هناك ترهيب مستمر، وفي الأخير الضحية هو المواطن الذي يدفع الثمن في غياب دور الشرعية في تحرير المحافظة والوعود المستمرة في تحرير المحافظة. وتعتبر إب في منطقة حساسة ومركزية، يتم تحريرها سيتم تحرير معظم المحافظات ويبتعد الظلم الحاصل على أبناء المحافظة. وصلت الصورة الصحفي أحمد حزاع، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.